هنروح البرازيل ونشوف تقرير سريع عن إحدى ثمرات الفاكهة، هي اسمها غريب كده شوية، اسمها ثمرة العاطفة. دي من أكثر الفواكه انتشارا في الدول الغربية، وبتتم زراعة هذه الثمرة في البرازيل، وهي من الشجيرات الدائمة الخضرة والحافلة بالأوراق، ولها مميزات في عملية الهضم وتطهير القولون ومنع الإصابة بنوبات قلبية. لكن هذه الثمرة بتستخدم أكثر في عمل العصائر والآيس كريم. نشوف هذا التقرير. تعتبر فاكهة العاطفة أو الباشون فروت من أكثر الفواكه انتشارا هذه الأيام، وخاصة في البلاد العربية. يتم استرادها من البرازيل والمناطق الشمالية للأرجنتين. يطلق عليها اسم ثمرة الجرانا ديالا الأورجوانية. تتميز بالبذور الكبيرة، فثمارها بيضاوية الشكل عند نضجها، يميل لونها الخارجي إلى الأرجواني الداكن أو الأصفر. تعد شجرة الباشون فروت أو العاطفة من الشجيرات المستدامة ذات الخضار، فيها حافلة بالأوراق. تتأثر كثيرا بالطقس، فهي تعاني من هبوب الرياح القوية والبرودة الشديدة. فانخفاض حرارة الطقس وارتفاعه قد يسبب نقصا في النمو ويمنع تكون الأزهار، لذا تحتاج إلى مناخ دافئ تقريبا، شرط أن تكون خالية من الصقيع. وتعد بذور ثمرة العاطفة من المصادر الحيوية الجيدة للألياف، والتي تساعد على تحسين الهضم وتطهير القولون ومنع التعرض بالإصابات بنوبات قلبية.